السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وفوائد عظيمة. سبحان الله، زرعت اليقطين أو زرعت القرار لها استعمالات مدهشة ضاع عمرنا وحنا كنلوحوها، في الحقيقة هي هائلة وفيها أسرار مدهشة. كنتمنى بالفعل أنكم تستفدوا منها. خليكم معايا للآخر باش تشوفوا فاش غتفيدنا واستعمالاتها الرائعة. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. متنساونيش بلي لايك والبارطاج واللي كيهمو الامر وبغي يكتشف الفوائد العظيمه ما عليه الا فيديو حتى الاخير. وفرجه ممتعه. ندوزو كما كتشوفوا معايا، انا حطيت لكم هنايا هاد القرع هذا لانني حيدت منه هاد الزريعه هادي. اول شيء غادي نقرب لكم هاد الزريعه هادي ديال اليقطين باش تشوفوها عن قرب. هذه هي الزريعه البيضاء اللي كنشلوها منها خارج البيت، بالفعل لذيذه بزاف ولكن حنا قليل كيعرفوا الفوائد العظيمه ديالها. خليكم معايا للاخر. اول شيء غادي نتعرفوا على الفوائد ديالها العظيمه وعلاش كتحتوي، بعد ان شاء الله تشوفوا معايا استعمالاتها وفاش غادي نستخدموها. غادي ندوزو نتعرفوا على الفوائد العظيمه ديال هاد الزريعه ديال اليقطين وبعض المعلومات عليها باش نعرفكم عليها اكثر واكثر، ومن بعد ان شاء الله ندوزو استعمالاتها وفاش غنستخدموها. اول شيء باش اللي خصكم تعرفوا على هاد الزريعه هادي انها ما شاء الله يعني كتحتوي على مضادات الاكسده وعلى الاحماض الدهنيه وعلى الالياف وعلى الفيتامينات وعلى المعادن، يعني غنيه سبحان الله. وكذلك انها كتمد الجسم بالسعرات الحراريه، يعني كتزيد من النشاط ومن الطاقه هكا بالنسبه اللي كياخذها يوميا إلى. وكذلك انها ما شاء الله يعني كتحسن من تدفق الدم في الجسم، وكتعمل كذلك على وقايه الجسم من امراض مختلفه. يعني شوفوا القدره ديال هذه الزريعه هذه ما شاء الله، وعلاش كتحتوي يعني هذه الخضره هذه اللي مذكوره سبحان الله في القران. وكذلك انها كتخلص الجسم من الديدان ديال الامعاء، يعني الديدان المعويه بالاخص لند الاطفال. وتشوفوا معايا كذلك وصفه فعاله كيفاش غادي تخدموا هذيك الطريقه. وكذلك انها تضبط الهرمونات، يعني اذا كانوا الهرمونات مضبوطين في الجسم يعني الجسم راه كيكون الحمد لله بصحه جيده، انها كتضبط الهرمونات. وكذلك مهمة جدا للنوم، انها سبحان الله كتساعد على النوم. يعني الناس اللي كيعانيو من الارق وما كيجيهمش النعاس في الليل، ما عليهم الا انهم ياكلوا هاد الزريعة هادي ديال اليقطين لانها بالفعل هائلة وجالبة للنوم. وكذلك انها رائعة وكتقوي المناعة، يعني سبحان الله يعني شوفوا الفوائد العظيمة ديال هاد الزريعة هادي انها كتقوي المناعة، ومهمة مهمة بزاف لان كما كتعرفوا الا كانت المناعه قويه يعني الجسم كيحارب بزاف ديال الامراض وكتقينا من بزاف ديال الامراض، يعني رائعه سبحان الله. وكذلك جيده للرجال سبحان الله اكثر واكثر لانها كتعالج مرض البروستاتا، وكذلك تتقيهم من بزاف ديال الامراض ومن بزاف ديال الالتهابات مع المداومه عليها من طبيعه الحال. يعني كل صباح ياخذوا منها لانها فعاله وغادي تعالج اليوم بزاف ديال الاشياء. كنتمنى بالفعل انكم تستافدوا منها. وكذلك رائعه وكتقي من عده سرطانات ومن بزاف ديال الالتهابات. وكذلك انها جيده لاصحاب مرض السكري مع المداومه عليها، يعني كيتخلصوا من بزاف ديال الاشياء باذن الله. وكذلك هائله وتحارب الاكتئاب، يعني اللي كياخد هاد الزرعه ديال اليقطين كيحس دائما بالنشاط وكتحارب الاكتئاب باذن الله لانها فعاله. وضروري خصنا ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا لانها مفيده لينا ولوليداتنا وللرجاله ديالنا لانها صحيه بزاف بزاف، ولكن ما نكثروش يعني منها. دائما الشيء اذا زدنا عن حده انقلب الى ضده، دائما ناخذوها بالقياس وبنظام باش نستفدوا منها اكثر واكثر باذن الله، لانها كتحتوي على العديد ديال العناصر الغذائيه المهمه للجسم ديالنا. ورائعه بالفعل، هو كما كتعرفوا يعني قليل اللي كيعرف هاد الاسرار الهامه والجيده لهاد الزريعه. كنتمنى بالفعل انكم تستفدوا منها. وكذلك سبحان الله يعني كتحافظ على صحه القلب، يعني الناس اللي كياكلوها راه مهمه بزاف، مهمه حتى للدراري الصغار. كما شفتوا معايا انها كتقوي المناعه وانها كتمد الجسم بالسعرات الحراريه، يعني فعاله ما عليكم الا بزريعه اليقطين. ما تلوحوهاش من اليوم، خليكم معايا نشوفوا استعمالاتها كذلك المدهشه. ندوزو الطريقة وكيفاش نستعملو هاد الزريعة ديال اليقطين، وكيفاش كذلك غنعطيكم طريقة سحرية للتحميص ديالها بسرعة. أول شيء فاش غادي نجيبوها هكا، إلا شرينا القرعة كتيرة أولا كنحيدوها وكنغسلوها. أول شيء كنغسلوها يعني كنضفوها مزيان وكنحطوها أنها تسقطر في واحد الآنية، ولكن عندها بزاف ديال الطرق كيفاش أنكم تستخدموها. ممكن أنكم فقط غير تعرضوها للهواء، يعني تحطوها في واحد المكان غير تجف تنشف معاكم مزيان واحد المدة ديال يومين 3 أيام، يعني حتى تحسو بها تنشف. ممكن تسهلكوها
هذه الطريقه يعني رائعه، وممكن كذلك تحميصها. تحميصها بالنسبه للطرق ديال التحميص، انا نعطيكم واحد الطريقه اللي كندير فعاله. ممكن تحمصوها في الفرن، ممكن تحمصوها في المقلاه، وممكن كذلك خليكم معايا تشوفوا فاش غنحمصوها بسرعه. يعني من الافضل انكم تحمصوها بدون ملح، لانها الا تكلت تخدت بلا ملح افضل واحسن من انها تخد بالملح. واللي بغى يضيف لها شويه الملحه معليش غير ما يكثرش، المهم هي من الاحسن انها تخد بلا ملح. ولكن حتى تنشفوا، كاين اللي كذلك كيبيتها في الليل في الماء باش تنفخ عاد باش يحمصها، المهم لكم الاختيار. هي راها جد رائعه. غندوزو اول شيء، غادي نتقاسم معكم الطريقه كيفاش نتخلصوا من الديدان عند الاطفال. وغندوزو الوصفه مهمه في هاد الحصه هذه، اللي هي الوصفه اللي كتخلصنا من ديدان ديال الامعاء بالاخص عند الاطفال، اللي كنستخدموا فيها هاد الزريعه ديال اليقطين او هاد البذور ديال اليقطين. اشنو كنديروا؟ اول شيء فاش كنجيبوهم يعني ضروري ما نغسلو هاد الزريعه هذه، خاصها تغسل مزيان وتسقطر، يعني توضعوها في واحد المكان تسقطر. مباشرة فاش كتسقطر يعني بدون تحميص، كتجيبو واحد الكاس ديال الحليب وكتجيبو الخلاط وكطحنو هاد العناصر مزيان. يعني ممكن ديرو في هاد الكاس هذا. وبالنسبة لهاد الكاس هذا يعني ممكن تملؤو معلقة ملؤة مزيان أو معلقة ونص ديال هاد الزريعة هادي ديال اليقطين. فاش كتغسلوها وكتصفيوها كديروها في الخلاط مع الحليب وكطحنوها جيدا، يعني خاصها تطلق الفوائد ديالها. طحنوها مزيان، تعاودوا طحنوا حتى تطحن مزيان، وتصفيوها وتعطيوها للاطفال ديالكم يعني في الصباح قبل ما يفطروا، ويبقاو على الاقل واحد الساعه يفطروا باش تعطي المفعول ديالها مع المداومه ليها. كيتخلصوا باذن الله من هذوك الديدان يعني فعاله ولها فوائد عظيمه للصحه ديالنا. كنتمنى بالفعل انكم تستفدوا منها لانها رائعه وعظيمه سبحان الله، وبالفعل انها طارده للديدان. يعني جربوها وعاد باش ردوا عليا، ولكن المداومه يعني ماشي من نهار الاول. وكاينين اللي تيكون عندهم ديدان خفاف يعني بسرعه كتعطي النتيجه ما شاء الله غير في 3 ايام او 4 ايام. دابا غادي ندوزو نشوفو كذلك الطريقه كيفاش غنحمصو هاد الزريعه هادي. وغادي ندوزو لطريقه سهله وسريعه في تحميص هاد الزريعه هادي، وهي الطنجره ديال الضغط. يعني طريقه فعاله ورائعه، كنتمنى بالفعل انكم تجربوها. غادي تجيبوا هاد الزريعه ديالكم من طبيعه الحال، يعني خصها هي تكون هي كميه كثيره. انا هي درت لكم تجربه على كميه قليله غير باش الفكره انها توصل، ولكن من طبيعه الحال يعني نتوما خصكم ديروا كميه كثيره باش تحمصوا ماشي تعذبوا على واحد شويه. فقط الفكره اللي كنتمنى انها توصلكم وتنال الاعجاب ديالكم. غادي ندوزو نديروا هاد الزريعه ديالنا في الطنجره ديال الضغط، وغادي نوزعوها بهذا الشكل هذا. وفاش كنديروا لها الطريقه هذه يعني كنديروها فوق النار، نار مهيله مع التحريك المستمر. غير واحد يعني بسرعه ما تحمصوهاش اكثر واكثر، يعني ما تفوتش 15 دقيقه ولا كنت، ولكن بالاخص نتوما خصكم تكون كميه كثيره باش ما تضيعوش الوقت ديالكم والمجهود ديالكم على واحد الشويه. انا فقط هذه غير تجربه، يعني غادي نحمص هذه الشويه وغادي نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها وكي كتجي كذلك. ودابا بعد ما ديتها فوق النار كما كتشوفوا معايا، يعني غتبقاو تحركوها بواحد المنقه ديال العود، ما تخافوش يعني الطنجره ضروري خصها تكون ثقيله. ويلي عندكم مقله ثقيله كذلك ممكن ديروها في مقله، يعني بسرعه كتحمص معكم. غير ردوا معها البال، بقاو مره تحركوها. فاش غادي تحمص باذن الله غادي نتلاقى معكم باش تشوفوا كي كتجي كذلك صافي القرمشه ديالها، يعني كتجي رائعه. ودابا البنات بعد ما تحمرات وطفيت عليها النار، يعني بسرعه انا راه ما وصلتش كاع 15 دقيقه، يعني راه غير شي 6 دقائق 8 دقائق، مع هي كميه قليله بسرعه تحمصات يعني احسن وافضل من الفرن. هي حداكم في المطبخ وانتم مره كتحركوا. دابا غندوز نحطها في الصحن ديال التقديم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها والتقميشه ديالها. يعني كنصحكم انكم ما تعكزوش عليها بهذه الطريقه، هذه غتجيكم سهله باذن الله. وي الزريعه ديالنا بعد ما حمصتها يعني بسرعه، انا كيما قلت لكم راه غير شي 6 دقائق وقيله اللي خدات معايا في الطنجره، لان كميه قليله. نتوما الا كانت كميه كثيره يعني تاخذ معكم 10 دقائق هكاك، المهم حتى 15 دقيقه، وانتم كتحركوا بسرعه كتحمصوها في المطبخ حداكم، يعني بدون فرن، بلا ما تعدوا بلا ما تحرق معكم بلا شي حاجه. كنتمنى بالفعل انكم تجربوها وكتجي لذيذه بزاف. واللي بغى يضيف ليها شويه ديال الملحه يضيفها ليها، استفدوا منها. لاحظوا التقرمشه ما شاء الله، استفدوا منها لانها بالفعل هائلة وصحية. كنتمنى هاد الفوائد اللي تقاسمت معكم وهاد المعلومات انهم يفيدوكم، انكم من اليوم ما تخطاكمش هاد الزريعة هادي وما تلحوهاش. التقرميشة يعني اكثر من رائعة ولذيذة بزاف، كنتمنى بالفعل انكم تجربوها لانها كتستحق تجربة سهلة وسريعة. اعطيوها للابناء ديالكم كلها تنتوما، اعطيوها للازواج ديالكم لانها صحية وفعالة يعني رائعة، بالاخص ما ديروهاش بالملح.
وحتى اللي بغاها بالملح يعني اللهم ياخدها بشوية الملح ولا ما ياخدهاش كاع، يعني رائعة. كنتمنى بالفعل انكم تستفدوا، وكنتمنى هاد الحصة انها تكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وهاد المعلومات انهم يفيدوكم وتعرفوا اكثر واكثر على بودور ديال اليقطين او بودور ديال القرع وما عمركم ما تلوحوهم. وكنتمنى بالفعل انكم تستفدوا. كنشكركم بزاف بزاف على المشاهدة. ما تنساونيش باللي لايك والبارطاج، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائدة تعم وكذلك تشجيع للقناة. وانتظروا الجديد ديالي وانا كذلك ذلك في انتظار تشجيعاتكم الرائعة. وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.